كان الرئيس السيسي قد حرص خلال احتفالية قادرون باختلاف على التوسط في صورة تذكارية مع أبطال ذوي الهمم في دورة الألعاب العالمية بفرنسا. وقد حصل هؤلاء الأبطال على 27 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية على مستوى الألعاب في دورة الألعاب لذوي الإعاقة التي عقدت في مدينة فيشي بفرنسا العام الماضي. وفي نهاية الاحتفالية توسط الرئيس السيسي صورة تذكارية مع شباب وأطفال قادرون باختلاف. حياتي اتغيرت من النسخة الأولى لاحتفالية قادرون باختلاف سنة 2018 لما حضرتك قررت إنه يبقى عام الإعاقة. كل المستشفى بتقول لأبويا رجلي بتتنب دم. أمي قالت لهم لا تبطروش رجله، أعطوه فرصة عشان إيش؟ يضل رجله وقبل ما تطلع لنا محاولة على مصر على البلاد تانية. نفسي أحضن الرئيس وأبوسه. الحمد لله على السلامة. سلمك. انت وكل كل اللي اتصاب وكل اتأذى يعني، والشهداء عند ربنا سبحانه وتعالى. ربنا قادر يعمل المستحيل كله. اسمح لك اسلم عليك.